الجمعيه تقوم عليها خمسه اصدقاء حديث رئيس الجمعيه عبد الرزاق محمود نائب الرئيس الاستاذ مرجع نيفر مع التطوير مع خروج الليل وتولى مسؤوليه نادي الحكايه في الليل بفتره فتبرز وحمد المجال وكان جديد الهيئه كانت معنا طبعا نائب الرئيس رئيس المؤسس سيدنا محمود اللي اشترك معنا في تاسيس الجمعيه الاول الاستاذ محمود الجدي عبد الرزاق كرمون رئيس جمعية دنيا الحكاية الدورة هذه هي الدورة الثامنة في ترتيب المهرجانات التي نظمتها الجمعية دورة ستكون متميزة باعتبارات عديدة أهمها الدعم الطيب اللي تلقيناه من الاتحاد الأوروبي في إطار التفنن برنامج تونس المبدعة هذا أمكن باش تكون الدورة فعلا متميزة بضيوف كثيرين من بلاد عربية وأجنبية جايين من الأردن، لبنان، المغرب، الجزائر، فرنسا، بلجيكا أيضاً ماشي تكون في مستوى الانتشار الجغرافي تقريباً كل أو معظم المعتمديات ماشي نمشيو لها بعروض مؤسسات تربوية ماشي نمشيو للمؤسسات الثقافية ماشي نمشيو لبير علي، منزل شاكرة، العقارب، للجبنيانة، الصخيرة، الغريبة، المحرس، قرقنة بحيث باش يكون انتشارهم على معتمديات صفاقس بالطبيعه ثم عروض باش يعني حوالي 60 عرض باش تقدم في المؤسسات التربويه معاهد واعداديات وابتدائيات وثم عروض للكبار باش تقدم في شركاء من جمعيات المجتمع المدني كيف هيئه المحامين وجمعيه احمد الفنون التشكيليه واتحاد المراه و ثم عرض رابع في جمعيه بين هوجه الفرنسيه ماشي فرنساويين ماشي يأمنوا اللقاء هذا وثم يعني نشاط على ابتداء ثم عروض النوادي وهي حاجه بشرف حقيقة لأن الجمعية احنا نحرص ديما على أن الجمعية ما هيش جمعية مهرجان هي جمعية حكاية تهتم بهذا الصنف هذا الفن اللي نعتبره فن رفيع وقادر على الفعل واحنا عدنا الاعتبار للحكاية من أجل أن تفعل وأن تقول ما ينبغي أن تقول وبهذا المعنى نؤسس كامل السنة يعني احنا نقوم بزيارات مرافقة ودعم فني للنوادي النوادي عندنا 20 نادي في المؤسسات التربوية النوادي هذه تنتج في عروض أحيانا تماثل عروض المحترفين وتتفوق بالإضافة لأن الصغيرات يعني توظيف الحكاية في عملية التربية تجربة أكدت أنها إيجابية صغير ينطلق لسانه صغير معناها يخرج من سنته يولي مشارك يولي فنان وفنان وعاشق موعد الدورة هذه الموعد الدورة باش تكون من 5 ل 14 أبريل موعدها تقريبا سنوي تقريبا يعني مع الربيع يأتي سنونه ويأتي مهرجان الحكاية يعطيك الصحة شكرا تفضل ملا ايه